يعني بجد يا يوسف عجبتك شهرة امبارح؟ انت عارف انا ضعيف قدام الحاجات دي صراحه، هي على طول عجباني، حلوه وشيك ودمها خفيف. يا ساتر يا عم عبده، فين نسكافيه حضرتك بدل اللي ما عجبكوش؟ وده يعجبنا ان شاء الله. طب حطه عندك هنا. نقول احنا ما تحس يا ساتر. لا هات الكرسي وتعالى اقعد هنا في وسطينا. حاضر يا فندم. ارجع راح فين؟ يلا على المطبخ على طول. هو الواحد شغال في فيلا؟ ما برطمش. حاضر حاضر. أنا ماشية يا يوسف. عندك مشكلة يا مريم في حياتك، القرارات اللي بتاخديها ما بتنفذهاش على طول. بتقول كده ليه؟ من شوية قلت همشي، عايزة تمشي امشي، عايزة تقعدي امشي برضه. طب بص بقى يوسف، أنا هوريك إن أنا قد كلمتي وهمشي دلوقتي. باي يا يوسف. شاطرة يا حبيبتي. شاطرة. باي يا مريم. لا يا مريم شكلك هتوحشينا قريب، وأنا ماليش خلق خالص. برموشها السودا الحلوة شغلتني. عارف يا يوسف، أنا ملك دي صعبان عليا قوي. إحساس صعب قوي إن تلاقي نفسك لوحدك، لا أب ولا أم ولا حد يسندك. يوسف يا يوسف. فيها يا مريم؟ بس في مش شايفاني بشتغل. على فكرة أنا عمالة بكلمك عن ملك وأنت مش مركز أصلاً. أيوة أنا صعبان عليا أوي. بس أقول لك على حاجة يا مريم، أقول لك على نصيحة تحطيها حلقة كده زي ما أنت حطها كده. كل واحد في الدنيا دي واخد ال 24 إيراد كاملين. فانت عندك مشاكل وانا عندي مشاكل ومالك عندها مشاكل، يعني كلنا عندنا مشاكل يعني. انا ماشيه يا يوسف. مع السلامه يا حبيبتي. يوسف انت ما صدقت؟ مش قصدي يعني، بيت بيتك عايزه تقعدي عايزه تمشي، بعدين هتمشي ليه؟ ما تخليكي قاعده شويه. عشان انت بايخ قوي ومش مركز في اي حاجه من اللي انا بقولها. صراحه يا مريم صراحه امبارح دي ضيعت عليا شغل كتير، كان عندي تصميمات كتيره لازم اسلمها النهارده وما لحقتش، فمحتاج اشتغل يعني. يعني بجد يا يوسف عجبتك سهرة امبارح؟ ايه ده يا حبيبتي؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ أنا جاية لك من المطار على هنا على طول. يا حبيبة قلبي. ساعة الرجالي اللي طلبتي. ميرسي، ربنا يخليكي ليا. ويخليكي ليا يا حبيبي. بس أنت عايزة تساعدي لمين؟ دي الواحد كده من اللي بيخلصين الشغل بتاعنا. كنت رايحه فين؟ انا كنت نازله عشان اشوف الموظفين تحت. لكن قولي لي انت ايه اللي جابك على هنا؟ ما رحتيش على البيت على طول ليه؟ عايزه اتكلم معاكي في موضوع. موضوع ايه يا حبيبتي؟ بخصوص ملك. ملك؟ طب تعالي تعالي.